السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباب الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصص الأنبياء. نتابع اليوم ما تبقى لنا من قصة سيدنا داود عليه السلام وما حصل معه بعد أن آتاه الله النبوة والملك. فإن الله تعالى أوحى من جملة ما أوحى إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخبار بعض الأنبياء الكرام الذين صبروا على جحود أقوامهم وما لاقوه من مشاق وشدائد حتى فرج الله عنهم وأثابهم الثواب العظيم. ومن الأنبياء الذين ذكرهم الله ليستأنس النبي صلى الله عليه وسلم بقصصهم سيدنا داود عليه السلام، فإنه مع كمال مملكته ما سلم من الأحزان والهموم، فالخلاص من الحزن لا سبيل إليه في الدنيا. كان داود عليه السلام أشد ملوك الأرض سلطانا، إذ كان يحرسه كل ليلة 36,000 من العساكر الأقوياء الأوفياء، ولا يأتي دورهم مرة أخرى إلا بعد عام. تصوروا لكثرة جنوده الذين كانوا يعدون بالملايين، فإذا أتى على هؤلاء الحرس الصبح قيل لهم ارجعوا فقد رضي عنكم نبي الله. وكان مع سلطانه وهيبته وقوته رجلا متواضعا لله، منكسرا للمؤمنين، زاهدا في معيشته، يأكل من عمل يديه، وكان ينام أول الليل ثم يقوم فيصلي ويدعو ما شاء الله له ثم ينام كي يستريح من تعب القيام في بقية الليل. وكان داود عليه السلام قد آتاه الله معجزة باهرة، ذلك أنه وهب صوتا عظيما لم يعط لأحد من قبل، بحيث إنه كان إذا تلا الزبور وهو الكتاب السماوي الذي أنزل عليه تقف الطيور له في الهواء، وقد حشرتها الملائكة والريح له، فتستمع لتسبيحه الجميل فتردد ما يقول وتسبح معه بمختلف الأصوات بأعذب النغمات. ولم تكن الطيور فقط تسبح معه، بل كانت الجبال الشامخات قد جعل الله فيها قدرة ومنطقة. فإذا سبح داود عليه السلام بصوته الرخيم سبحت معه حيث سار قائلة سبحان الله، أي تنزه الله عن الشريك والشبيه والمثيل، فينطقها الله تعالى كما أنطق الحصى التي سبحت في يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، معجزة له دالة على صدق نبوته كي يتبعه الناس. وكان من حسن صوت داود عليه السلام أنه إذا قرأ كتاب الله تجتمع البهائم إليه وتتزاحم عنده، حتى إنها لو أمسكت بأعناقها وأخذت لا تهرب. وكذلك كان الماء الجاري ينقطع عن الجري وقوفا لصوته الحسن صلى الله عليه وسلم. ومن معجزاته التي ذكرت في القرآن إلانة الحديد له، إذ جعل الله تعالى الحديد بين يديه كالشمع والعجين والطين المبلول من غير إدخال إلى نار ولا ضرب بمطرقة، بل يفتله بين يديه مثل الخيوط فيعمل منه ما يشاء. وقد ألهم داود عليه السلام أن يصنع الدروع، ولم تكن معروفة قبل ذلك، بل كان المحاربون يستعملون الصفائح مما يعيق حركتهم في الهجوم ونحوه، فداود عليه السلام أول من جعلها طيعة ذات حلقات يسهل معها التحرك، ثم تعلم الناس منه صنعها فعم النفع بها كل المحاربين. وكانت الدروع التي صنعها كاملة واسعة مريحة متوسطة الحجم، فلا هي صغيرة لا تقوى على الدفاع، ولا هي ضخمة فتعيق صاحبها عن الحركة. وكانت مسامرها ثابتة محكمة غير غليظة كي لا تتسع الثقوب فتتقلقل المسامير فيها، وليست دقيقة فتفلت منها ولا تثبت. وكان داود عليه السلام يصنع كل يوم درعا ويبيعه 6,000 درهم كما قيل، يأكل 2,000 منها ما يكفي نفسه وعياله، إذ كان يعيل الكثير من أهله وأقربائه الفقراء، ويتصدق على المحتاجين والمساكين
من بني إسرائيل بالأربعة آلاف الباقية، ولم يكن يشغل كل وقته بصنعها، بل كان يصرف أغلب أوقاته في الدعوة إلى دين الإسلام والعبادة وقضاء حوائج الناس. ولم تكن صنعة داود عليه السلام للدروع تنقص من منصب النبوة، بل كانت زيادة في قدره وفضله. ولم يكن الوحيد بين الأنبياء ممن يعمل بيده، فزيادة على صناعة الدروع كان يصنع أوعية القش. وكان سيدنا آدم عليه السلام حراثا، وسيدنا نوح كان نجارا، وسيدنا إدريس كان خياطا، وسيدنا يوسف عليه السلام كان حافظا لخزائن مصر، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالتجارة قبل النبوة، وبعد نزول الوحي كان مشغولا بأمور الدعوة. فالصنعة يكف بها الإنسان نفسه عن الناس، ويدفع بها عن نفسه الضرر والبأس. وكان لداود عليه السلام 100 امرأة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام صيام داود. وكان يقرأ الزبور 70 صوتا، وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه، ويبكي ببكائه كل شيء، ويصرف بصوته الهموم. وأما وفاته عليه السلام فكان إذا خرج من البيت أغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. فيذكر أنه عليه السلام خرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم في وسط الدار، فقال له سيدنا داود: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا أمنع من الحجاب. فقال داود عليه السلام: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله. ثم مكث حتى قبضت روحه، فلما غسل وكفن وفرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس، قال ابنه سيدنا سليمان عليه السلام للطير: أظلي على داود. فأظلت الطير حتى أظلمت عليه الأرض. وكان عمر سيدنا داود عندما توفي 100 سنة. ورويت في ذلك قصة، وهي أن الله تعالى لما استخرج الذرية من ظهر سيدنا آدم أبي البشر، رأى آدم فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر، فقال آدم: أي رب، من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب، كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب، زد في عمره. قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام، فزاد داود 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم جاءه ملك الموت، فقال: بقي من عمري 40 سنة. ونسي آدم ما كان وهبه لولده داود، فأتمها الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. وهذا ليس فيه تغير مشيئة الله الأزلية، لأن هذا شيء كان قد قدره الله تعالى وحصل بمشيئته سبحانه. ويقول الله تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. فورث من بعد داود ابنه سليمان عليه السلام، أي ورثه في النبوة والملك وليس في المال. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما يورث غيرهم، بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحتاجين. وإلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وأملنا أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وندعوكم لمتابعتنا في الحلقة المقبلة، لأننا سوف نبدأ بقصة سيدنا سليمان عليه السلام بإذن الله تعالى. فإلى اللقاء.